بتقوله ده، هو في ايه؟ السخونيه لسعت لك نافوخك ولا ايه يا طارق؟ وبعدين انت قلعت الكوفيه ليه هتبرد كده؟ لعلم انا اختي حنان مدخلاني جمعيه ب 50,000 جنيه، ده غير الفلوس اللي شايلها لي عشان جهازي. وبعدين فوق ده كله هو انا ابويا يبقى مين؟ ابويا يبقى فؤاد مهران، تسمع عنه ولا ما تسمعش عنه؟ هو نعم يعني مراته القرشانه دي مش هتخليني اخد جنيه منه، بس مش مهم، انا اصلا مش عايزه فلوس، كفايه ان ابويا الصيت ولا الغنى. وبعدين ايه اللي كنت مليارديره دي؟ مش فاهمه. تعرفي يا صدفة ان كل املاك جلال الحسيني عم النصاب كانت باسمك؟ يا سلام يا سلام سلم، ده بأمارة ايه ان شاء الله؟ يعني واحد هزقته ومرمطته ومسحت بكرامته الارض وقلت منه وسلخته، هيكتب كل اللي وراه واللي قدامه باسم انا؟ انت مش كان نفسك تعرفي جلال الحسيني اتجوزك امتى وازاي وليه؟ اتجوزني؟ انت بتقول ايه يا طارق؟ انت اتهبلت؟ ايه اللي اتجوزني دي؟ الكلام ده بيطلع منك انت؟ طب لعلمك بقى، انا لما كنت عند دكتوره امراض النساء مع البت راندا انا كنت هخليها تعمل لي كشف عذريه وتديني شهاده احطها كده في عين التخين، احطها في عين كل من تسول له نفسه انه يقول عليا ان انا كنت متجوزه الراجل ده ولا لامسني. عيب لما الكلام ده يطلع منك. طب اقسم بالله انا مصدقك يا صدفه، مصدق كل حرف انت بتقوليه، بس انا مصدق برضو ان جلال الحسين اتجوزك. انت لسعه لسعت جامد وعرضت منك. شوف يا صدفه انا فهمك، جلال الحسين كان عنده مصيبه كبيره جدا، ضرايب متراكمه عليه وديون وتامينات ومش عارف يسدها ازاي، ده غير المشروع الشمالي اللي كان عامله في الساحل الشمالي، وطبعا اتاخد عليه احكام بالسجن لصالح العملاء، والراجل المجنون مخبى عليا انا اللي معاه في الشركه وابنه كمان. الوحيد بقى صدفه اللي كان يعرف السر ده تخيلي مين؟ المستشار صفوه الهلالي، المحامي بتاعه. وبتاعي؟ يعني المستشار صفوت هو المحامي بتاع عمك؟ ده هو اصلا المحامي بتاعي. مظبوط. يا حلاوه يا حلوله. وبعدين؟ ولا قابلين يا ست، الراجل الله يرحمه استغل السذاجه والطيبه بتاعتك كصدفه ونقل ملكيه كل حاجه عند جلال وخلاك تبصمي وتمضي زي ما انت عملت دلوقتي. يعني الورق اللي انا كنت مضيته عند صفوه المحامي مش ورق القضيه بتاعي؟ مفيش قضيه اصلا يا صدفه، مفيش. انت مضيت عشان تشيل الليله مكان جلال بس. لا انت كداب. لا انت مختلط عليك الامر. لا اصل لو كده يعني ازاي حصل في عقد الجواز؟ عقد الجواز مضيت عليه وسط الورق من غير ما تاخد بالك. لا عشان تعرف ان كل اللي انت بتقوله غلط. عقد الجواز يا حبيبي عليه صورتي والصوره عليها بصمتي، وانا فاكره كويس قوي الورق اللي انا مضيته عند المحامي ما كانش فيه صوره ليا ولا حاجه. ما دي اللعبه اللي عملها بقى المستشار صفوت، راجل صايع، خد بصمتك ونقلها على الصوره في العقد بتاع الجواز اللي انت شفتيه. يعني انت لما شفتني في النادي ما كانتش صدفه ولا نيله، انت كنت بتغني عليا؟ مفيش حاجه اسمها صدفه يا صدفه، كل حاجه كان معمول حسابها ومترتبه بالظبط. الحاجة الوحيدة اللي ما تعملش حسابها ان المستشار صفوت الله يرحمه يموت، ده خدها ربنا، احنا ملناش علاقة بيه خالص. وقتها طبعا عمي اضطر يظهر ويبان في الصورة وكل همه ان هو عايز يمضيكي ويخليكي تبصمي. ايوه 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 ايوه، يعني هو لما جه يوم عيد ميلادي كان مراقبك وكان ماشي وراكي. لا لا ده انا كده اتلعب بيا الكوره. اتلعب بيا الكوره جامد قوي وانا مش حاسه. ليك حق تقول عليا غبيه واكتر من كده كمان. شوف يا صدفه، في شغلانه المقاولات بيبقى في حد اسمه الكحول، ده حد غلبان لا ليه ولا عليه، بيتاخد بطاقته وبيبصم على كل حاجه زي ما انت عملتي، هو اللي بيشيل الليلة ويشيل المخالفات كلها،
يعني أنا اللي لا بيا ولا عليا ولا أعرفك ولا ليا فيه كنت الكحول بتاعكو؟ للأسف أه صدفة. بس أنا ما سرقتكيش، ما خدتش حاجة مش بتاعتي. أنا خدت حق اللي عم الحرامي واخده واكله من أبويا الله يرحمه. يعني يا بت الناس دي لا فلوسك ولا دي أملاكك. يعني أنت ما عندكيش حاجة تزعلي عليها. أنت فاكرني زعلان على إيه؟ فاكرني زعلان على حبة الحاجات اللي مش بتاعتي أساساً؟ حقك تقول كده، آه، ما أنت أصلك ما عرفتنيش، أنت ما كنتش فاضي تعرفني. أنت كنت فاضي بس تغني عليا وتسرح بيا. لا برافو. بس لعلمك بقى، لو كنت نضاف وكان عمك ده جالي سكة، والله العظيم ثلاثة أنا كنت مضت له، مضت له من غير ما يتحملوا فيا كل ده. يبقى الحمد لله إن ما جاش سكة يا صدفة، عشان أنا اللي كنت هروح في 60 داهية.